نظمت هيئة السياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية وبالتعاون مع مكتب وسام البراء السياحي جولة ميدانية للوفود الإعلامية المشاركة بمؤتمر تدشين منطقة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017. موفد مركز الأخبار إلى المدينة المنورة الزميل صالح يوسف والتفاصيل. في دار طيبة، أو كما عرفت قديما باسم يثرب، والتي حوت في لبها وجنباتها مواقع أثرية وتاريخية إسلامية، تعم السكينة جوانح زائريها، فهي منطقة الهدوء والسلام كيف لا، وفيها قبر خاتم المرسلين. هنا في ثاني أقدس موقع في الإسلام، والذي بني قبل أكثر من 1000 عام، تأسس ديننا الكريم وشهد توسعات عمرانية عدة بدأت في عهد الخلفاء الراشدين مرورا بالدولة الأموية والعباسية والعثمانية حتى وصلت لعهد الدولة السعودية. السياحة في المدينة ليست كأي سياحة، فهي متنوعة بكل المعاني، ففيها مساجد ومواقع تاريخية لا زالت صامدة إلى الآن بكل معالمها. وضعهم على الجبل عليه الصلاة والسلام، جبل الرماة كان يسمى جبل عينين، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا مكانكم حتى وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني مهما كانت نتيجة المعركة. ومن أشهر المعالم هنا هذا الجبل الذي يحمل في طياته حكايا خلدها التاريخ، فأصبح مكاناً يألفه كل من يدخل هذه المدينة. كما أن هذا الجبل يحمل في لبه الكثير من المشاعر والأحاسيس، فقد ذكر في السنة النبوية أن أحداً جبل يحبنا ونحبه. مسجد قباء كذلك لا يقل مكانة عن تلك المواقع، فهو أول مسجد بني في الإسلام، بل وأصبح وجهة للكثير من المهتمين بالسياحة الأثرية. أول منطقة نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أقام عليه الصلاة والسلام 4 أيام استقبلوا أهل المدينة استقبالا عظيما، وقال أنس رضي الله عنه في تلك اللحظات العظيمة، قال: لما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام يقصد المدينة أنار منها كل شيء، يقصد الجمادات، الحجر والشجر والجبال والبنيان، تحركت حبا وشوقا له عليه الصلاة والسلام. وخلف المسجد طبعا في الجهة الغربية للمسجد مكان صغير الآن ليست له آثار، لكن هو مكان معروف لمكان بئر أريس، وهذه البئر حصلت فيها قصة عجيبة. لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان بالجنة في عند شفا تلك البئر، بئر أريس. عراقة وأصالة سمتان للمدينة المباركة، ما يؤكد دائما أن هذه المنطقة تستحق أن تكون عاصمة للسياحة الإسلامية. هنا حيث مهبط النور والهدى تشكلت دولة الإسلام التي بنيت على يد خير البشر، فكانت روضة فاحت بعبير الحب والتسامح، وكانت منبعا للوسطية والاعتدال. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، المدينة المنورة.